بإمكان المواطن اقتناء الأضحية دون الخوف من عدوى الوباء وبعيدا عن طوابير مراكز البريد المكتظة بالزبائن بعد تفعيل عملية الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقة الذهبية. المبادرة كانت من الشركة الوطنية لبيع الأضاحي لتراكو التي تملك نقاط بيع في الوسط والشرق وغرب الوطن. لا باش ما يروحش لي بوست و ايفيتي هذيك لاشين و بور ايفيتي هادو كامل لي كونتاميناسيون كونتاكتوني لي جون تاع لالجيري تيليكوم باش يديروا هذه المبادره معنا سورتو كرانا مع اوبيراسيون العيد ان شاء الله اللي حتبدا هذا سامدي. لقينا بلي لاباراي سي اون اباراي لي تزيد فاسيليتي لاطاش ديالنا دوك ايفيتي لا مانيبيولاسيون تاع لي سباس او ميم طون لو سيتويان يجيب لا كارت مانيتيك ديالو يقدر يدخلها اي باي لو موطون ديالو بلوس ثاني تاع عنده دو تيكي تيكي يدي هو و تيكي اون كارت حنا بور لا كونتابيليتي. كما لاحظتوا اليوم قامت مؤسسة بريد الجزائر بتزويد شركة لاتراكو بأجهزة الدفع الإلكتروني ببغية السماح للمواطن باقتناء أضحية العيد والدفع عن طريق البطاقة الذهبية. الشركة سقفت أسعار الأضاحي ووفرت إجراءات الوقاية الصحية والبيع يكون تحت رقابة البياطرة. هذا العام دونك الأسعار اون توش كامل لي بورس تاع لو سيتويان الجيريان دونك الأسعار تتراوح ما بين 36000 حتى 56000 دونك لو بيتي غاباري سي 36000 لو غران غاباري سي 56000 و بليزيور لو سيتويان عنده لو شوا باش يخيل الاضحيه ديالو. الاضحيه ديالو راهي متابعه بيطريه من لا ليسونس ديالو جوسكا لافون ديالو. مؤسسة بريد الجزائر من خلال هذه المبادرة تدعو كل المتعاملين الاقتصاديين والتجار للتقرب من مصالحها من أجل اقتناء جهاز الدفع الإلكتروني مجانا لسهولة العملية وكذا لتحفظ صحة المواطن والتاجر من التعاملات النقدية المباشرة. من هنا أطلب جميع الخواص التقدم إلى مؤسسة بريد الجزائر بغية الحصول على أجهزة الدفع الإلكتروني. رغم تأخر الجزائر في التكنولوجيات الحديثة إلا أن مثل هذه المبادرات ستخفف نسبة الخطر على المواطن في مواجهة فيروس يستشري بين التجمعات.